المخابرات الإعلامية ماريا معلوف من مهرجان الرواد. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، وأنا عارفة طبعا أن حضرتك رئيسة المهرجان وإعلامية كبيرة. يا ريت تحكي لي النهاردة أكتر عن المهرجان وعن تنظيمه في مصر. تقريبا دي الدورة الأولى في مصر، صح؟ أول شيء إحنا جينا على مصر عشان الابتسامة دي، وإحنا اللبنانيين بنحب مصر بطبيعتنا، وبعد شوي حنحكي مصري. فيمكن هلأ أنا عم سجل معك أحكي نص لبناني نص مصري، عشان إحنا منحب هذه الأرض، منحب أهلها، ومنحب نعطي الصورة المتكاملة عن العالم العربي. ومن غير ما تكون مصر قوية وفارضة نفسها في الساحة العربية، ما في مستقبل للعالم العربي. أكيد تحت غطاء وزارة السياحة ورعايتها اللي بنشكرها على طول. واليوم كنا مجتمعين، استقبلنا، دخلنا مجلس النواب المصري واستقبلنا الدكتور عبد العال رئيس مجلس الشعب، وده شجعنا أكتر إنه نحن جينا على المحل الصح، جينا على مصر، هيدا البلد اللي هو عزيز على قلوب العالم العربي كله، اللي له تاريخ من المبدعين والمفكرين والسياسيين والرواد في مجال الفن والإبداع. نحن هون حنكرم شخصيات من مختلف الدول العربية، لأنه الرواد أخذ على عاتقه هذا الشيء، لأنه ابتدينا في شهر 7 في أول دورة لنا في لبنان، وهلأ طبعا جايين نكمل هذا المشوار. من مصر حننطلق إلى دول عربية أخرى لحتى نعكس الصورة الإيجابية عن عالمنا اللي هو مش متشرذم، مش يعني مش خائن لبعضه، لأنه نحن اعتدنا على حالة تخريب بتحصل. ونحن جايين نقول كأعلام لبناني وكالرواد أنه مصر آمنة، ادخلوها سالمين. وبس كده يعني. طيب، هو كل سنة هيبقى في بلد شكل ولا هيتكرر أكتر من مرة في مصر؟ لا ان شاء الله. هلا حنشوف النهارده، حتشوفي في حضور كبير من الوزراء، من المحافظين، من النواب، وفي حضور فنانين ومبدعين من مصر. واحنا صدقي من اول ما يعني قررنا نعمل ده، لقينا تعاون كتير كبير من كل الجهات الرسميه وغير الرسميه والقطاع الخاص، وحسينا انه نحن بين اهلنا. فكره المهرجان نفسها في حد ذاتها، الرواد، جت منين؟ شوفي، احنا جريده سياسيه من عام 1932 كان اسسها الصحافي المعروف بشاره مارون. هي الرواد زي روز اليوسف، زي الاخبار، زي الاهرام، زي يعني جريده معروفه. وبعد كده انا استلمتها بال 2007 وطورت فيها وعملتها اونلاين، لانه الكتابه وال يعني عم نعاني من ازمه المقروء، يعني صارت الناس كلها على التليفون بتشوف. فالفكره هي ابتدت من لبنان، احنا على طول بنعمل هيك مهرجانات بس ما بنعملها بهالضخامه. فقررنا انه نحن نكبر ومصر تكبر معنا وكل العالم العربي يكبرنا بهذا المجال. اكيد هيدي فكره مش جديده، بس نحن نوع التكريم تبعنا مختلف لانه بيجمع بين السياسه والاقتصاد والفن. يعني مش فنانين بس المكرم؟ لا لا لا، لو في مهرجانات كتير بتكرم فنانين. لا، انا اعلاميه سياسيه، وميزه المهرجان انه هو تعاون بين الدوله والقطاع الخاص والقطاع العام. يعني انه بتشوفي، ممكن تشوفي بتاع مجوهرات، بتاع تصميم ازياء، بتاع شحن، بتاع عقارات، وموجود معه السياسي. دي حاجه حلوه انه السياسي منه من عالم اخر، هو من عالمنا نحن، وهو لما وصل على السياسه وصل لانه نحن يعني اي نائب. كنا اليوم نحكي مع رئيس المجلس الشعب بيقول انه في 85 او 95 سيده نائب بنت. فهذا الشيء حلو انه لما المراه في المجتمع المصري هي دخلت في الثوره وهي اعطت وعملت الثوره، نحن لازم نعكس هذا الشيء. وخاصه انه كان في تهديد لمصر بهويتها العربيه وبهويتها الفن المبدعه. يعني كان في لحظه من لحظات المهرجانات دي حتلتغي، انت عارفه حصل فعلا ده في 2011 و12 تقريبا، كان ما فيش مهرجانات خالص. لا، مصر كانت حتوقع مثل ما انتم بتقولوا، وبالرئاسه الحاليه اللي بنوجه له، يعني شو بدنا نوجه له؟ نقول له شكرا شكرا. انتم المصريين بتتكلموا عن رئيسكم احسن من اي حد يتكلم، يعني والمغاربه
فعن جد هو قدوه، الرئيس المصري الحالي قدوه، و يعني شو بدي اقول لك، انه الحمد لله الحمد لله، لو ما هيك ما كنا هون اصلا. بقول لك الوطن العربي كان زمانه كله متبخر من زمان. كنا تبخرنا. طيب كنت عايزه اسالك سؤال بقى شخصي ملوش علاقه خالص بالمهرجان. الفستان ده مش شخصي، ده بتعمله. ده من تصميم المصممه اللبنانيه ندوة الاعور، وفي مصممين ازياء معانا اليوم، بس انا حبيت انقل شيء لبناني. بدي اشكر منى المنصوري كمان اللي عملت لي فستان، وبدي اشكر بسمة السلطان كمان مصممة ازياء كويتية، ومنى المنصوري اماراتية عملوا لي فساتين حلبسهم كل الفترة دي، بس هيدا صنع في لبنان. ندوة الاعور انا بدي اشكرها على كل شيء عملته معي. بالتوفيق، وانا مبسوطة جدا اني قابلتك، وبالتوفيق ان شاء الله. ثانك يو حبيبتي، كلك ذوق، شكرا. ثانك يو. حضرت اقوى موقع فني.